امبارح كان في نسبه اقبال ضعيفه جدا في المشاركه في عمليه الاستفتاء على الدستور، تفتكر من وجهه نظرك ايه سبب ضعف الاقبال ده؟ والله انا متصور يعني الناس خايفه من اللي يحصل، يعني الناس خايفه تفتي برايها او تدي نعم او لا، لان دلوقتي كل واحد مننا في اتجاه شكل، يعني في بعض من الناس كتير جدا مش عارفين الدستور بينص على ايه علشان يروح يدي نعم او لا. دلوقتي البلد قسمت نصين ما بين مؤيد وما بين معارض، ما كانش ينفع. اكيد في برضو الناس كتير ما كانتش عايزاه، بس قال لك الطريقه اللي هو اتشال بيها عملت زي طريقه، يعني تعتبر طريقه همجيه، يعني الناس قالت بالصندوق كان اصح ان هو تعمل انتخابات رئاسيه مبكره. مع طبعا النظام والعسكري والناس، في ناس مش عاجبها النظام ده، والله كل واحد مفروض ينزل يقول رايه، عايز تقول لا انزل قول لا، عايز تقول اه انزل اه. كل واحد مننا في اتجاه شكل، يعني في بعض من الناس كتير جدا مش عارفين الدستور بينص على ايه علشان يروح يدي نعم او لا. حضرتك الاعلام للاسف مش موضح المواد كلها بالظبط، يجي مثلا ماده 119 مثلا من الماده الثانيه بس، وباقي المواد ولا حد يعرف عنها حاجه. نزل العماله في مصر نظامها يبقى عامل ازاي؟ للاسف موضوع وزير الكل عامل الدكتور اخ قناه بعيطه يوضح للعمال يعني الدستور نفهم. والله انا اعتقد ان في كذا سبب، ان هم في التلفزيون اشاروا بان هو نعم للدستور نعم للدستور، هو المفروض كانوا طلعوا في التلفزيون قال لك اقرا دستورك اقرا دستورك وانت تحدد بنعم او لا. انا افتكر ان الناس مش مقتنعه اصلا بفكره الدستور الجديد بتاع، يعني محدش مقتنع ان هو صح كده. يعني ايه الناس مش مقتنعه؟ يعني بالدستور نفسه، ما انا عن نفسي واحد مش مقتنع ان انا انزل اصوت على حاجه اصلا، حاسس ان المشروع كله من الاول غلط. يعني مش متابع انا يعني الحركه السياسيه قوي في البلد، وكلنا الناس زهقانه من البلد، يعني هم بعد 25 بعد كده الدنيا باظت فكله زهق. يعني الناس لها وجهه نظر ان ده انقلاب مش شرعي، يعني في شرائع الانقلاب اصلا، يعني الناس كلها عارفه كده، علشان في النص اللي كانوا بينتخبوا في الاول اللي هم الاخوان او الجهه الاسلاميه كانوا دايما هم اللي بينزلوا، دلوقتي هم منقطعين. ده في رايي. طب انت ايه رايك في فكره ان هم انقطعوا عن الاستفتاء؟ لا هو كل واحد وجهه نظره، يعني اكيد مش لازم نقول نعم للدستور او لا للدستور، وكل واحد وجهه نظره، هم شايفين كده خلاص براحتهم. يعني طبيعي يعني اللي بيحصل في البلد، بعدين ما فيش حد يعرف الدستور ده اصلا مكتوب فيه اصلا. انا واحد من الناس ما اعرفش مواد الدستور ايه، مع اني في كليه حقوق. ان حضرتك بتتكلمي ان يكون ضعيفه على الاستفتاء، دي حاجه اكيده طبعا، على ان خلاص حاله الناس او الشباب او الحريم الكبار او الرجاله الكبار في السن او رب منزل او الكلام ده، خلاص عنده حاجه من الاحباط، اللي هو شايف ان نزوله في الاستفتاء مش هيجيب نتيجه ولا الكلام ده. يعني ده السبب اللي خلى الناس ما تصوتش او ما تروحش تشارك في عمليه الاستفتاء على الدستور؟ هو مبدئيا خوف لا مبالاه من كتر الوقت اللي احنا خدناه، يعني 3 سنين كتير نشيل رئيس ونجيب رئيس وانتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى، اما في ناس وجهه نظرها ان العمليه ان انا بعد ما انزل 5 مرات انتخابات رئاسه وانتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى واعاده، الكلام ده كله صوتي يترمي في الزباله بمنتهى السهوله، هي الفكره في كده مش اكتر. انت فاهم حاجه؟ لازم على النبي بتقول لك سبب بناء على الدستور، يعني الدستور في وسائل اعلام كتير جدا بيتكلم عنه، وفي اعلانات كتيره عنه، وفي ناس كتيره جدا بتقول لك انزل صوت وصوت بنعم كمان لانه هيبني مستقبلك ومستقبل ولادك. بشوف اعلان كرتون للاسف بطايه ومش عارف ايه، وجايبين واحد كرش كبير كده هنزل عنده مش هصوت، هل ده بس للشعب اللي عليك؟ اي شاب كرش كبير كده هنزل اصوت ويقول لك انزل بيغني لك في ولا فاهمين حاجه. انا مواطن اهو، يلا كان النهارده بس قاري بعض المواد في الدستور حوالي 30 صفحه ولا 40 صفحه، كل شويه الدكتور عامل موسم عليه، المفروض افهم. لا الاعلانات دي ولا موصله اي حاجه للشعب خالص للاسف. تفتكر ده هياثر على نسبه الاستفتاء على الدستور في مصر؟ لا في مصر اقبال كبير، بس اللي بره مش يعني مش زي اللي جوه، مش حاسين زي اللي جوه. لا هو مش محتاج يتاثر، لان اوريدي في ناس كتيره قوي هنا في مصر يعني مقررين مقاطعه الدستور، حتى يعني انا شايف ان قرار 6 ابريل برضو ان هم هيقاطعوا الدستور، وقرار جماعه الاخوان المسلمين، ففي كتير قوي يعني هيقاطعوا الدستور. طبعا تاثر على الناس كلها، في ناس كتير مش هتطلع، مش هتروح وتقول لا في ناس مش هتطلع مش هتصوت خالص، مش هتصوت على الدستور اصلا. الناس بدات تاثر علينا احنا هنا؟ لا احنا ما تاثرش، اي كان ما فيش حاجه هتاثر على نسبتنا داخل البلد، لان الناس اللي عايشه بره
شكرهم سعيهم على دماغنا من فوق ان هم متعاونين معانا بروحهم وبقلبهم كل حاجه، بس احنا هنا اللي بنكرر عشان خاطر احنا اللي عايشين في الحادث، انما اللي بره بيتفرج على تلفزيون او بيتفرج على اعلام كذاب بيوصل المعلومه ايه غلط. انما بالناحيه نفسنا احنا اللي بنتحرك عشان خاطر عاوزين البلد تمشي. لا هنا، لا هنا يكون في اقبال جامد. ازاي؟ هنا يكون في اقبال على الدستور. ليه؟ الناس مقتنعه بيه. بس طب تفتكر الدستور حل، يعني الدستور يوم 14 و15 بعد الاستفتاء هيتم تمريره والموافقه عليه بنسبه كام؟ الموافقه عليه هتلاقي نسبه كبيره طبعا، الناس موافقه عليه اللي هم استقرار والكلام الفاضي اللي بيتقال. هيتوافق عليه. ليه؟ بص حضرتك، اي دستور جه بيتوافق عليه، فمش احنا اللي هنعدل المايه. اتوقع بنسبه كام؟ يعني 85%. بصراحه هي نعم يعني كمواطن عادي يعني ممكن احبط اقول نعم عشان نخلص من الدوشه. دوشه ارهاب ما ارهابش. وجهه نظري ان هو كده كده نعم، يعني هي كده كده نازله نعم وخلاص، بس بنسبه كام في الميه مش عارف بصراحه. طب نسبه كبيره ولا بسيطه؟ طبعا نسبه كبيره. تتوقع نسبه تمرير الدستور هتكام بنسبه كام في الميه؟ والله احنا مع الحكومه المصريه ممكن 100% عادي يعني. ليه 100%؟ يعني ما تعرفيش ان في اصل الكواليس الانتخابات والدعايه وكده مش يعني احنا في مصر بس. شكرا.